الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. وزير الدفاع يجري عملية استئصال ورم في الرئة تتكلل بالنجاح. إقرار ميزانيات جهات حكومية، والغانم يعلن الخميس جلسة ختامية. إنتاج نفط المنطقة الكويتية السعودية قريبا بعد معالجة أسباب فنية. اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة والعزم ينفي وجود شهادات وهمية. حريق بسطات للأعلاف على طريق السالمي يستنفر رجال الإطفاء. وفي الاقتصادية، الكويت ترسم معالم شراكتها مع ألمانيا. عملية جراحية توجت بالنجاح، خضع لها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح لاستئصال ورم في الرئة. وجاء في بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش أن وزير الدفاع يقضي بضعة أيام في المستشفى يعقبها فترة نقاهة بناء على توصية الجهاز الطبي على أن يعود بعدها للبلاد لمواصلة جهوده ودوره المعهود في خدمة الكويت. بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن المجلس اطمأن على الحالة الصحية للشيخ ناصر الصباح بعد العملية الجراحية التي أجريت له اليوم، ودعا الصالح المولى عز وجل أن يلبس الشيخ ناصر الصباح لباس الصحة والعافية، وأن يرجعه سالما معافي ليواصل عطاءه المعهود لخدمة وطنه. على إيقاع التشريع، ضبط مجلس الأمة مؤشر الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد البرلماني، فيما أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن الجلسة الختامية لهذا الدور من الفصل التشريعي 15 ستعقد الخميس. وشهدت جلسة اليوم وافقة المجلس على تقريري الميزانيات والحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للاستثمار وشركاتها ومؤسسة البترول وشركاتها والتوصيات الواردة فيهما. كما وافق المجلس على الحساب الختامي للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة. وفيما تنوعت مداخلات النواب أثناء الجلسة بتعدد الموضوعات المثارة، قال النائب وليد الطبطبائي إن موقفه كان معارضا لجميع الميزانيات التي أقرت، لكنه اعتبر أن الحكومة كان لديها الأغلبية في التصويت. احنا طبعا بالنسبة لنا موقفنا معارضين اقرار كل الميزانيات. اداء الحكومة لا يستحق انك تعطيهم ميزانية بهذا الاداء الهزيل، بهذه المشاكل، فلذلك احنا رافضين الميزانيات. لكن للاسف الحكومة لديها اغلبية داخل مجلس الامة. انا اتكلم شخصيا عن موضوع الهيئة العامة للاستثمار، تدير 600 مليار دولار، المفروض يكون العوائد يعني تقارب 10%. المفروض ان العوائد السنوية لا تقل عن 60 مليار دولار في السنة، ما يعادل ميزانية دولة الكويت. المفروض الهيئة العامة للاستثمار تصرف على الميزانية العامة.
وفي المواقف النيابية وحول موضوع خفض سن التقاعد، دعا النائب أسامة الشاهين الحكومة إلى عدم رد قانون التقاعد المبكر الاختياري باعتباره يوفر مبالغ كبيرة على الميزانية العامة للدولة وينصف الموظفين. كما انتقد الشاهين تأخر إحالة القانون على مجلس الأمة. عبر هذا المنبر أدعو الحكومة إلى عدم رد هذا القانون المستحق، وأعني به قانون التقاعد المبكر الاختياري. فأي حديث عن أن هذا القانون يكلف ميزانية التأمينات الاجتماعية يجب أن يقابله حديث حقيقي ومدلل بالأرقام عن مدى التوفير الكبير الذي سيوفره هذا القانون في ميزانية الرواتب تحديدا، وبالتالي الميزانية العامة للدولة. ولا توجد أي مقارنة، أي وجه للمقارنة ما بين هذا القليل الذي سيدفع لمعاشات تقاعدية وذاك الكثير الذي يصرف لرواتب كاملة يشغلها أولئك الموظفون الذين قد يلجأوا للتقاعد المبكر الاختياري. وخلال جلسة اليوم قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إنه لا يوجد إنتاج للنفط في المنطقة المقسومة بين الجانبين الكويتي والسعودي، متوقعا أن يتوصل الجانبان إلى عودة الإنتاج قريبا بعد معالجة الأسباب الفنية. جاء ذلك في مداخلة الرشيدي ردا على ما أثاره النواب بشأن توقف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة. وأوضح الوزير أن الكويت تعمل مع الجانب السعودي على معالجة تلك الأسباب الفنية لعودة الإنتاج قريبا. حكوميا أيضا قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إن مجلس الوزراء قرر تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية دراسة المقترحات النيابية بشأن إلغاء أو استمرار عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو إلغاء بعض اختصاصاتها. جاء ذلك في مداخلة للوزير في جلسة مجلس الأمة ردا على ما أثاره عدد من النواب بشأن مقترحات لهم بإلغاء أو استمرار عمل هيئة الطرق. وأوضح أنه نقل المقترحات إلى مجلس الوزراء حيث قرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها بهذا الشأن. وضع وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي النقاط على الحروف فيما يخص قضية الشهادات الوهمية، مؤكدا أن لجنة التحقق من الشهادات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة خلصت إلى عدم وجود أي شهادات غير معتمدة أو وهمية تم تعيين أعضاء هيئة التدريس بموجبها. جاء ذلك في بيان صادر عن جامعة الكويت عقب ترأس العازمي اجتماع مجلس الجامعة، حيث أفاد الوزير بأن لجنة التحقق أكدت عدم وجود شهادات غير معتمدة أو وهمية. ووفقا للبيان فقد أعلن العازمي اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي لجامعة الكويت. نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا قيام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف بالإدلاء بأي تصريح لصحيفة السياسة الكويتية أو لغيرها من الصحف. وأوضحت الوزارة أن ما نشر بالصحيفة تحت عنوان النهام للسياسة التركيبة السياسية وإنهاء المعاملات الورقية أولوية عار عن الصحة تماما. وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالمحررين التثبت من الأخبار قبل نشرها. هرعت فرق الإطفاء للتعامل مع حريق كبير نشب في بسطات الأعلاف على طريق السالمي خلف مقبرة الجهراء. وفي التفاصيل أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في بسطات الأعلاف على طريق السالمي، توجه على إثره رجال الإطفاء لمكافحة الحريق. أحيا
شهدت الكويت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات عبر تدشين حملة وطنية انطلقت في المركز العلمي تحت شعار وياكم، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية. وتستمر الحملة على مدى 3 أشهر، فيما تهدف إلى إبراز رسائل توعوية بشأن أهمية التركيز على المعرفة واكتساب المهارات لمواجهة آفة المخدرات. يزيد الخطر في قضيتين، الأولى أن تجارة المخدرات مخيفة بمفهوم ارتباطها بغسيل الأموال، بالميليشيات، بتجارة السلاح، بعدم الاستقرار اللي يكون قرين لها، ومؤخرا أصبح واضح أن هي لها ارتباط في الجريمة وفي حوادث الطرق. من هنا هناك قيمة إضافية في التصدي للمخدرات. الجانب الآخر اللي يجب أن يقرأ نواقيس الخطر أن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تتكلم عن مقابل كل ضبطية ننجح فيها ونفرح فيها هناك 10 أفلت. إلى تطورات الشأن اليمني، حيث ذكرت مصادر يمنية عسكرية أنه تم تجهيز 3 ألوية جديدة للانضمام إلى الجيش الوطني استعدادا لشن هجوم واسع لتحرير الحديدة، فيما لجأت الميليشيات إلى حفر عشرات الخنادق في الشوارع الرئيسة من الأحياء الجنوبية. إلى ذلك انطلقت طائرات إغاثية سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية تحملان مواد إيوائية وغذائية إلى عدن تمهيدا لنقلها إلى محافظة الحديدة، وهي أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهالي المحافظة. فيما أعلنت قاعدة حميميم الروسية اليوم انتهاء اتفاق خفض تصعيد جنوب سوريا، واصلت قوات النظام السوري قصفها مدن وبلدات درعا، وهو ما مكنها من فصل مناطق سيطرة المعارضة في شرق المحافظة إلى جزئين. وتمكنت قوات النظام والميليشيات الموالية لها من السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليح العطش الاستراتيجيتين، وهو ما خلف عشرات الضحايا. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 45,000 مدني فروا من القتال بمحافظة درعا السورية باتجاه الأردن، غير أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قال اليوم أن بلاده لن تستقبل المزيد من اللاجئين السوريين، مضيفا أن بلاده استوعبت أكثر من طاقتها. وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني مواطنيه بمواجهة الضغط الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأمريكية الجديدة، وذلك بعد يوم من تجمهر تجار أمام البرلمان احتجاجا على التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية. وستبدأ واشنطن خلال أشهر إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران بعد الانسحاب الأمريكي من اتفاق بين القوى العالمية وإيران يقضي بتخفيف العقوبات مقابل قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقال روحاني مدافعا عن سجله الاقتصادي إن دخل الحكومة لم يتأثر في الأشهر القليلة الماضية، وإن تراجع العملة المحلية سببه دعاية الإعلام الأجنبي على حد تعبيره. حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم نصرا بعدما أيدت المحكمة العليا حظر السفر الذي فرضه على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين. ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر، وأن من الممكن أن يضيف ترامب المزيد من الدول. وقد وصف ترامب قرار المحكمة العليا بالنصر العظيم للشعب الأمريكي على المعارضة. منحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا موافقتها لقانون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي،
والذي وضعته حكومة رئيسة الوزراء تيريزا مي، مما يضع حدا لجدل محتدم منذ شهور حول التشريع الذي سينهي رسميا عضوية بريطانيا في التكتل. وأكد جون بيركو رئيس مجلس العموم أن الملكة أقرت مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي وافق عليه مجلس البرلمان الأسبوع الماضي. الأغذية المستوردة، ما لها وما عليها؟ تابعونا بعد فاصل قصير. مجددا أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية. في برلين وخلال كلمته بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن هناك ثلاث قضايا من الممكن أن تلعب دورا واضحا في رسم المعالم الرئيسة للشراكة الاقتصادية الألمانية الكويتية. وأوضح المبارك أن أولى القضايا هو فيما أكدته الكويت من مصداقية عالية في تعاملها مع ألمانيا طوال أكثر من نصف قرن، يؤهلها لأن تطمح إلى دور أكبر في الاستراتيجية الألمانية لضمان وثبات التزود بالطاقة. وأشار إلى أن توجه الاستثمارات الألمانية إلى الكويت ما زال شديد التواضع طويل التردد، مؤكدا أنه لا عذر الآن للشركات الألمانية في عدم الاستثمار بعد التحول الكبير الذي شهدته البيئة الاستثمارية في البلاد. وذكر أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات يجب أن يلعب دور الجسر ذي الاتجاهين في التعاون العلمي والتجاري بين البلدين. نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة توعوية بعنوان اللوائح والاشتراطات للرقابة الغذائية والتراخيص الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية. وتهدف الندوة إلى تعريف القطاع الخاص بالقرارات والقوانين الصادرة من الهيئة، حيث قدم مختصون عرضا توضيحيا للاشتراطات اللازم توفرها في الأغذية المستوردة ولائحة الرقابة الغذائية لضمان تعزيز الجهود الوطنية لمواصفات سلامة الغذاء. مثل ما انتم عارفين، يعني تشكيل الهيئة او انشاء الهيئة اقام او اقيم في 2017، ويجب تعريفها الشركات باللوائح والقوانين الجديدة التي نظمتها هذه الهيئة. فكان دور الغرفة ان تستدعي هذه الشركات لتعريفهم بهذه القوانين واللوائح الخاصة في القضاء. طبعا احنا علاقتنا مع جميع الأنشطة القربة، وعندنا تقريبا الآن أكثر من 40,000 شركة مسجلة. فطبعا احنا كقرفة نتعامل مع جميع هذه الأنشطة والشركات سواء كبيرة أو صغيرة. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 64 سنتا في تداولات يوم أمس ليبلغ 71 دولارا و36 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط أمس بعد أن اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك على زيادة في الإنتاج، ومع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية بفعل المخاوف من حرب تجارية. مباراة سلبية، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. مجددا أهلا بكم إلى الأخبار الرياضية. تأهل منتخب فرنسا والدنمارك إلى الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018 بالتعادل السلبي أداء ونتيجة. وتصدرت فرنسا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما احتلت الدنمارك المركز الثاني ب5 نقاط. وستلاقي فرنسا صاحبة المركز الأول من المجموعة الرابعة، بينما تلاقي الدنمارك صاحبة المركز الثاني من المجموعة الرابعة.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها حققت البيرو انتصارا معنويا بفوزها على استراليا بهدفين نظيفين وودع البطولة معا. افتتح أندري كاريو التسجيل في منتصف الشوط الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يضيف قائد الفريق باولو غوريرو الهدف الثاني، وبذلك تحتل البيرو المركز الثالث برصيد 3 نقاط. والمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الرياضي الدكتور ناصر الفضلي. أستاذ ناصر، كيف تقيم المستوى الفني والتنظيمي لمونديال روسيا 2018 بشكل عام؟ مساء الخير أستاذ سميرة. طبعا لا شك أن المستوى هو بمستوى طموحات جميع المنتخبات التي تسعى للتأهل للدور الثاني والانفراد للانطلاق نحو تحقيق اللقب، وظهر هذا جليا أو واضح بالأدوار التمهيدية، ولم تكن هناك أي مفاجآت. جميع المنتخبات المرشحة هي اللي تأهلت لدور 16 من هذه البطولة، وبالتالي ظهر عندنا العديد من المنتخبات المميزة التي قدمت مستويات رائعة وأثبتت أنها حضرت إلى روسيا من أجل تحقيق اللقب أو على الأقل المنافسة لتحقيق اللقب، وهناك منتخبات لم تكن بمستوى الطموح وكانت المشاركة هي الهدف الأساسي لوجود هذه المنتخبات في روسيا 2018. أما بالنسبة للتنظيم، هناك رضا تام من جميع المنتخبات المشاركة ومن جميع الاتحادات القارية على التنظيم في روسيا، لم تكن هناك أي مشاكل، كانت الأمور تسير حسب ما هو مخطط لها بالاتفاق مع الاتحاد الدولي. ولغاية اللحظة وصولنا لمنتصف المشوار، روسيا حققت النجاح من خلال التنظيم فضلا على المستويات الراقية والرائعة لجميع المنتخبات المرشحة والمتوقع أن تصل إلى الأدوار النهائية. نعم. في مونديال روسيا. إذن كيف تقيم مستوى المنتخبات العربية، وهل كان متوقعا ظهورها بهذا الشكل الذي ظهرت به؟ الظهور العربي لم يكن بمستوى الطموح في مونديال روسيا، كنا نتوقع على الأقل المنتخب المغربي اللي يعتبر الأفضل نسبيا بجميع المشاركات العربية، يعتبر الأفضل من ناحية المستوى لأن النتائج لم تكن متوقعة لأسود الأطلس، لأنه خسر جميع المباريات باستثناء التعادل في المباراة الأخيرة. كنا نتوقع المنتخب المغربي أن يتأهل، ولكن للأسف جميع المنتخبات العربية لم تقدم مستواها اللي تعودنا عليه، خرجت من الدور الأول، لم يحققوا أي انتصار باستثناء المنتخب السعودي اللي حقق فوز معنوي على المنتخب المصري في الجولة الأخيرة. الأمر الغريب هو ظهور المنتخب المصري بهذا الشكل، لأنه وجود محمد صلاح هذا النجم الكبير اللي ينافس حسب رأي النقاد على الكرة الذهبية في العالم، لم يظهر المنتخب المصري بالمستوى المتوقع. ظهر المنتخب المصري بشكل غريب، وكانت هناك مشاكل واضحة مع مدرب المنتخب. أيضا المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية لم يكن بمستوى الطموح، قدم أداء جدا سلبي، خسر بالخمسة، وهذه لأول مرة تحقق في جميع المباريات الافتتاحية في مونديالات السابقة. المنتخب السعودي لم يكن بمستوى الطموح، وأيضا المنتخب التونسي، ولكن المنتخب التونسي المجموعة كانت صعبة جدا مع المنتخب المغربي لأنه واجهوا بلجيكا، واجهوا أسبانيا. طيب، بالحديث عن محمد صلاح، عفوا، هل تتوقع أن إصابته هي من أثرت على مستوى المنتخب في البطولة؟ بكل تأكيد، يعني محمد صلاح له تأثير حتى على مستوى ليفربول والمنتخب المصري، ولكن إصابة محمد صلاح لا تكون شماعة نعلق عليها كل أسباب هذا الظهور الغير متوقع للمنتخب المصري. هناك لاعبين كبار في المنتخب المصري، نجوم غير محمد صلاح، ولكن المستوى بشكل عام لم يكن هناك وفاق واتفاق مع المدرب كوبر، لأن هناك كانت حتى في المباراة الثانية طالب البعض بإقالة المدرب وهم كانوا يخوضون المباريات في كأس العالم، كانت المشاكل واضحة في البعثة المصرية. طيب عفوا أستاذ ناصر، من تتوقع أن يظفر بلقب كأس العالم؟ احنا تعودنا في دائما في نهاية كأس العالم يكون البطل هو يعني اللي متعودين عليه دائما البرازيل او المانيا او اسبانيا، اتوقع في النسخة الحالية سيكون بطل جديد لتحقيق المونديال في روسيا، والله اعلم، هذا توقع طبعا، ولكن هو في الغالب دائما المرشحين المانيا، البرازيل، اسبانيا، فرنسا، ولكن عند السنة هذه بلجيكا، كرواتيا، المنتخب جدا مميز، قدموا اداء رائع في جميع المنافسات، المنتخب البرتغالي منتخب جيد، اتوقع يعني راح يكون منتخب جديد لتحقيق اللقب والله اعلم.
نعم، الناقد الرياضي الدكتور ناصر الفضلي، شكرا جزيلا لك. قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نتوقف مع الزميلة سارة شقرة وحالة الطقس، كما نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله. مساء الخير أعزائي المشاهدين، في نشرتنا الجوية لهذا المساء تعود الرياح الشمالية الغربية النشطة خلال الأيام الجاية، متوقع أن تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 35 خلال الليل وما بين 25 إلى 55 خلال النهار، اللي راح تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. ننتقل الحين مشاهدينا إلى الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 33 درجة مئوية شمالا، في مزارع العبدلي 30 درجة مئوية جنوبا، في مزارع الوفرة 32 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 34 درجة مئوية، وفي منطقة السالمي 30 درجة مئوية، وبالنسبة إلى الجزر 31 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام راح تكون حارة نسبيا مثيرة للغبار، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات تتراوح سرعتها من 18 إلى 42 كيلومتر في الساعة. حالة البحر الليلة ما أنصح أي أحد أن يمارس أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 3 إلى 6 قدم والتيارات المائية ضمن فترة الحمل. ننتقل الحين مشاهدين إلى الطقس المتوقع باكر. العظمى في مدينة الكويت 48 درجة مئوية، شمالا في مزارع العبدلي 49 درجة مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 47 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 48 درجة مئوية، في منطقة السالمي وفي الجزر 46 درجة مئوية. حالة البحر باكر بإذن الله هم ما أنصح أي أحد إنه يمارس أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 3 إلى 7 قدم والتيارات المائية ضمن فترة الحمل. رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها من 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة. مشاهدينا الحين راح أترككم مع حالة البحر مواقيت صلاة. أما بالنسبة مشاهدين إلى الطقس المتوقع خلال 4 أيام الجاية بإذن الله، في يوم الأربعاء أجواء شديدة الحرارة ومغبرة، العظمى 48 درجة مئوية والصغرى 34 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها من 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة. وفي يوم الخميس والجمعة والسبت أجواء راح تكون إجمالا شديدة الحرارة مع فرص للغبار كذلك خاصة على المناطق المكشوفة، درجات الحرارة العظمى راح تتراوح ما بين 48 إلى 49 درجة مئوية، والصغرى ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية، وراح نلاحظ استمرار في الرياح الشمالية الغربية خلال هالأربع أيام. مشاهدينا الحين راح أترككم مع درجات الحرارة في العواصم والمدن العالمية والعربية.